يا مساء الانوار يا دكتور اسماعيل. يا جنرال، يا سيد الاعلام العربي، يا رب يخليك. انا بحييك، ويعني البرنامج بتاعك تشكرك يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله، يعني في اسكندريه نمره واحد ربنا يخليك. يعني وطبعا في مصر لما بشوفهم يعني الجنرال عندهم حاجه جامده قوي قوي قوي، يعني تحرمش منك يا دكتور. الله يخليك. دلوقتي حضرتك ان شاء الله بالفعل هناك لقاء مع رئيس النادي الاهلي ان شاء الله. انا كنت على تواصل مع محمود بيه طاهر. نعم. رئيس النادي الاهلي بتكليف من اللجنه اللي شكلها المستشار مرتضى منصور عشان تتقابل مع مجلس اداره النادي الاهلي ونتعمل مساعي حميده. فهم اختاروني اللجنه ان انا اتصل بمحمود بيه طاهر، وانا اتصلت بيه، وفي الحقيقه الراجل محترم جدا، ابدا استجابه هايله جدا، ودي اخلاق النادي الاهلي، ورحب باللجنه ترحيب محترم جدا، وكان مسافر بس اليوم، الكلام ده من اسبوع او من يعني كده، وكان مسافر خارج البلاد. فادي اول ما هرجع هكلمك ونحدد معاك. وفعلا اول امبارح اتصل بيا وقال لي هيرجع، وحددنا معاد يوم السبت ان شاء الله في النادي الاهلي، ورحب وقال ده بيتكم الثاني، منتهى الاحترام يعني. جميل جميل. واحنا وطبعا برضو كلام المستشار مرتضى منصور معانا كلام طيب جدا بالنسبه للنادي الاهلي واحترامه للنادي الاهلي. واحنا اتعلمنا منك يا جنرال ان احنا يعني ازاي نوفق وازاي. العفو يا اسماعيل بيه، حميده يعني، ربنا يخلي حضرتك. طيب حضرتك هيبقى معاك لجنه ولا حاجه بمفردك؟ لا، هي اللي في لجنه. واللجنه مشكله من سموحه والاتحاد السكندري كل اسماعيلي والمقاولين العرب والداخليه والجيش وامبي. عظيم عظيم. كل الشخصيات المحترمة هتروح يوم السبت النادي الأهلي في لقاء مع محمود بيطار ولا مع مجلس إدارته بالكامل؟ هو الكلام حاليا مع محمود بيطار. أوكي. طبعا أكيد اللي موجود من المحترمين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ممكن يبقوا موجودين، بس أنت عارف في الصيف بيبقى فيه سفريات، يعني هو نفسه محمود بيطار لسه جاي. وأحمد بيه سعيد كان مسافر برضه، فيعني بتبقى في سفريات كتير، انما محمود بيطاير موجود. تمام. طيب ايه اجندتكم في العرض على 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 محمود بيه؟ هو محمود بيطاير لما كنت بتكلم معاه هو كان ابدا ثلاث محاور كان اللي هو بيتكلم فيهم. اول محور ان لجنه الانديه يبقى لها جدول اعمال قبل الاجتماع زي مجالس الادارات يعني. صحيح. ونمره اثنين ان نتفق على تحديد اختصاصات لجنة الأندية، ويبقى لها اختصاصات، يبقى لها زي يعني ايه لائحة نظام أساسي يعني. لائحة نظام. نعم. نمرة ثلاثة هو بيعترض على إلغاء الهبوط. تمام. إن هو بيبص لها كمان من ناحية تسويقية. إن عشان السنة الجاية لازم يبقى الدوري من مجموعة واحدة عشان التسويق، يعني بيكسب المجموعة واحدة بيكسب أكثر كتير. مفيش كلام. الحقيقة دي حقيقة. المجموعة واحدة لازم يبقى فيه هبوط. طب وأنت رأي حضرتك إيه الشخصي يا إسماعيل بيه؟ أنا رأيي الشخصي الدوري كرة القدم لازم يبقى مجموعة واحدة، وطالما مجموعة واحدة يبقى فيه هبوط. تمام. تمام. لازم. ده كلام واضح. اللي احنا كنا بنعمله في الحقيقه مدحت بيه. نعم. الحقيقه كره القدم كده، لكن احنا كنا في يعني الظروف كانت بتحكم احيانا سياسيه على امنيه. بس الحمد لله احنا دلوقتي في سلطه في البلد وفي رئيس محترم. تمام. الناس تمام. كلها بتحبه، فنقدر بقى نمشي اللوائح والنظم والقوانين بحذافيرها. يعني. جميل جميل. انا يعني كالعاده بقدر كل كلمه حضرتك بتقولها اسماعيل بيه.